مجموعات إرهابية جنبك، ساكنة جنبك أو ساكنة في نفس العمارة اللي أنت فيها، أو ساكنة في الشقة اللي قدامك أو اللي تحتك اللي تحت منك، وبالتالي هنا هذه العمليات بتكون مخيفة، صداها أوسع وأكبر. وزارة الداخلية طبعا أعلنت أن الوكر تابع لتنظيم أجناد مصر، تنظيم إرهابي متورط في العديد من العمليات الإرهابية. 6 ساعات من المواجهة بين الأمن والجماعات الإرهابية أدى إلى مصرع إرهابيين وإصابة ضابطين. تعالوا نشوف التفاصيل في هذا التحقيق التلفزيوني. هما بدأوا الساعة 12:30 ضربوا، بس من بريسل مع الحكومة، وبعد كده الحكومة بدأت عليهم ضرب من 2:30 من المكان اللي انت واقفة فيه حاليا، وفي داري طبعا يعني واضح معاك الضرب كله، وتعدد من الساعة 2:45 لغاية الساعة 10:30 الصبح. الناس دي محدش عارف عنهم حاجة في العب خالص، الناس دي يعني عادية على أساس منطقة شعبي وناس مأجرة قانون جديد، فمحدش عارف عنهم حاجة. بيقول إن احنا جايين نعمل إقامة تأشيرة للحج، وبقالهم سنة في المكان متواجدين، محدش شك فيهم. كانوا بيطلعوا واخدين أغراض بتاعتهم، مراتب، سراير، كراتين طالعة، حد الظن فيهم إنهم حداتي معاهم. ابتدى إطلاق النار على الساعة 2 بالليل، فضل الضرب شغال كتير قوي، صوت ضرب جامد، حاولنا نطلع نبص من البلكونات، قوات الأمن كانت خايفة لأن أخش جوه محدش يبص. إحنا من الساعة 2 بالليل معرفناش ننام، متخضين والحكومة مش سايبانا، دخلنا الشارع جوه وبتدخلنا، وكل يعني كل عسكري وظابط واقفين قدام الباب. في اصابات كتير، 2 ضباط اتصابوا وفي 2 من الارهابيين ماتوا، كان في خسائر كتير يعني، كان ما حدش عارف ينام لحد الصبح. الحكومه كانت حبسانا عشان الارهابيين عملوا ضرب قنابل، عملوا ضرب رصاص. ايوه دخلت علينا الارهابيين، كانت ضربت قنبله كسرت الحيطه، جاي يخش ما عرفوش يخش عشان يهربوا. الرعب اللي احنا مترعبينه، انا وبنتي خايفين منها كل شوية، ضرب ضرب ضرب، بقينا حاسين ان احنا في قنابل جامدة قوي من كتر ضرب النار، فانا كنت خايفة قوي انا واخويا. فبعد كده رحنا رجعنا انا واخويا تاني، وكنا مرعبين يعني من اللي يحصل او حاجة تحصل في المحل بتاعنا وكده. يا سيادة الرئيس هي كده عيب، والنعمة كده احنا خايفين والنعمة، عشان كده خلي بالك من البلد كده ده ضايع. انا سمعنا الضرب من الساعة 2 بالليل وكده ما ينفعش، كنا خايفين واحنا نايمين. المفروض اي واحد اخواني اتمسك تعيدهم كده قدام اي بص بلد كده، عشان كل واحد يعرف ان هو قيمته رخيصه. يعني احنا كنا العماره دي ما كناش نصدق ان فيها ارهابيين كده رايحين جايين احنا في الشارع، احنا ساكنين عند ذكرى العطور عشان دي منطقه شعبيه. ايوه ايوه يا بنتي، ايوه يعني المفروض ما يسجل، يعني حصلت في الهرم وحصلت هنا عندنا، خلاص هم كده دخلوا وسط البلد. دول عشان يجوا باكيد في بلاغ، كل المسائر اللي بتطلع من المنطقه من الحدائق المعادي هنا بتطلع من جامع المغفرة، واحنا عملنا 100 بلاغ في جامع المغفرة وجامع الهادي المحمدي. حدائق المعادي بالمعادي خطرة جدا، الإخوان فيها أكتر من فيصل ومن الهرم.